السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نبلش نعرض يا السابع الدرس الثالث من مادة الحاسوب الفيروسات. بدي أنبه إن الدرس الثاني غير مطالبين فيه، اللي هو مجالات استخدام الحاسوب، غير مطالبين فيه من التربية. طيب الفيروسات، هناك بحكي لنا إنه في بعالم الحاسوب في عنا كتير برامج غير مرغوب فيها، وبتكون هاي البرامج ضارة. من هاي البرامج الفيروسات. هاي الفيروسات لو اجينا نتعرف على مفهوم فيروس الحاسوب، فيروس الحاسوب هو برنامج حاسوبي يعده شخص ما، يعني بصنعه او ببرمجه شخص ما. اذا يعده شخص ما، هذا الشخص بنسميه احنا المبرمج، يعني المبرمج هو اللي بيعمل هذا الفيروس بهدف، الهدف منه احداث اضرار في مكونات الحاسوب المادية او حذف برامجه أو تخريبها دون علم المستخدم، يعني هو بيخرب لي جهازي دون معرفتي، مما يؤدي إلى تغير في طريقة عمل الحاسوب، تتغير طريقة عمله، وفي بعض الأحيان بيصل الأمر إلى تعطل الحاسوب بالكامل أو بيحدث عندنا خلل في بياناته وبرامجه. إذا تعريف فيروس الحاسوب، حددوا على كتابك، هو برنامج حاسوبي يعده شخص ما بهدف إحداث أضرار في مكونات الحاسوب المادية أو حذف برامجه أو تخريبها دون علم المستخدم، مما يؤدي إلى تغيير طريقة عمل الحاسوب، وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى تعطل الحاسوب بالكامل أو إحداث خلل في بياناته وبرامجه. هذا هو تعريف فيروس الحاسوب. طيب يا سابع، الحاسوب يصاب بالفيروس، كمان احنا بنعرف من قبل انه ممكن انسان يصاب بالفيروس. هسا احنا لما نصاب بفيروس اللي هو مثلا فيروس الرشح، تظهر علينا بعض الاعراض، حرارة، ارتفاع في درجة الحرارة مثلا. نفس الاشي جهاز الحاسوب تظهر عليه بعض الاعراض اللي بتدلني على انه جهازي مصاب بالفيروسات. من هاي الاعراض، اول عرض اللي هو البطء في العمل، انه جهاز بصير بطيء في العمل. كيف بطيء؟ انه بيزيد الوقت اللي بيستغرقه في اجراء بعض العمليات الحاسوبية، مثل تشغيل البرنامج، انه بصير يطول هو بيشغل بالبرنامج والوصول الى اقراص التخزين. مثلا انا حطيت سي دي، بيستغرق معي وقت طويل لحتى انه يفتح معي هذا السي دي. 2، ظهور رسائل غير متوقعة من نظام التشغيل، مثلا وأنا بشتغل على الكمبيوتر بضل يظهر عندي رسائل بشكل متكرر. هاي رسائل هيها ظهر عنا بالشكل 1 إلى 10، هاي المربعات الحوار تظهر عنا برسائل خاطئة تظهر بسبب وجود فيروسات في جهاز الكمبيوتر. 3، عدم القدرة على تخزين البرامج دون سبب ظاهر، يعني أنا عندي مساحة كافية لتخزين البرنامج لكن الجهاز غير قادر على تخزين هذا البرنامج، لأنه الفيروسات بتشغل المساحة الفارغة عشان ما تسمح بأي برنامج أنه أضيفه لجهاز الحاسوب. 4، تغير في أحجام بعض البرامج والملفات أو اختفاءها أحياناً، يعني بتكون مساحة البرنامج مثلاً 1 جيجا، بسبب وجود الفيروسات اللي بترتبط بهذا البرنامج بصير سعته 2 جيجا. أو في بعض الأحيان أنا بشغل الكمبيوتر بكون منزل عليه برنامج أو لعبة ما بلاقيهم، بيكون سببها وجود الفيروس. 5، تعطل بعض البرامج عن العمل وعدم استجابتها عند الضغط على لوحة المفاتيح أو نقر الفأرة، يعني أنا عندي مثلا برنامج أو لعبة بضل أنقر عليها أحاول أشغلها ما بتشتغل معي هاي اللعبة، لأنه الفيروسات قامت بتخريب هذه اللعبة. إذا هون من أعراض إصابة الحاسوب بفيروس البطء في العمل، هاي 1، 2، ظهور رسائل غير متوقعة من نظام التشغيل، 3، عدم القدرة على تخزين البرامج دون سبب ظاهر، 4، تغير في أحجام بعض البرامج والملفات أو اختفاؤها أحيانا، 5، تعطل بعض البرامج عن العمل وعدم استجابتها عند الضغط على لوحة المفاتيح أو نقر زر الفأرة. هذول يا سابع الخمس نقاط أو الخمس أعراض مطالبين بحفظها. طيب
طرق انتقال الفيروسات بين الحواسيب، زي ما الفيروسات أنا إذا أصبت بفيروس ممكن ينتقل أو أنقل العدوى لشخص آخر، نفس الإشي الكمبيوتر في ممكن أنقل الفيروس من كمبيوتر لكمبيوتر. طرق انتقال الفيروسات ظاهرة عندي بالشكل 1 إلى 10، إما أنا بستخدم قرص مدمج CD أو ذاكرة فلاش، الفلاش ميموري مصابة بفيروس، هاي الفلاشة أنا حطيتها على جهاز في فيروسات وبتنتقل الفيروسات لهاي الفلاشة، بس أجي أحطها بالجهاز السليم يصاب الجهاز بالفيروس، أو الانتقال عن طريق الدخول إلى شبكة الإنترنت، الاتصال بحواسيب مصابة بالفيروسات. مثلاً أنا جهازي اتصلت مع جهاز آخر على شبكة الإنترنت وهذا الجهاز مصاب بالفيروسات، فبيؤدي إلى إصابة جهازي بالفيروسات. إذا طرق انتقال الفيروسات بين الحواسيب، 1 استخدام أقراص مدمجة أو ذاكرة فلاش مصابة بالفيروسات، 2 الاتصال بحواسيب مصابة بالفيروسات عند الدخول إلى شبكة الإنترنت. طيب، 4 مبدأ عمل الفيروس. هسا الفيروس أمر موجود إنه أي جهاز كمبيوتر معرض للإصابة بالفيروسات، ويوجد عنا أعداد كبيرة وأنواع كثيرة من الفيروسات في عالم الحاسوب. طيب، مبدأ عمله كيف بيشتغل الحاسوب بالجهاز وبيعمل على تخريبه. أول خطوة الارتباط بالبرنامج، بيرتبط بالبرنامج اللي بده يخربه. بيبدأ الفيروس عمل عندما أنا أشغل هذا البرنامج، يعني ارتبط في برنامج معين، لما أنا أشغل هذا البرنامج ببلش الفيروس يعمل. 2 بيغير برنامج الحاسوب المصاب، هسه البرنامج اللي ارتبط فيه ببلش يخرب فيه، بيحدث خلل فيه حتى يصبح هذا البرنامج غير قادر على أداء وظيفته. إذن أول إشي هو بيرتبط بالبرنامج، لما أشغل البرنامج ببلش الحاسوب يشتغل ويعمل على إحداث خلل بالبرنامج حتى ما يستطيع إنه يؤدي وظيفته. 3 الانتشار بشكل سريع، حيث إنه الفيروس بينسخ نفسه ذاتياً داخل وحدة التخزين والانتقال من حاسوب إلى آخر من خلال وسائط التخزين. إذن هو بينسخ نفسه وبينتشر بشكل سريع داخل الكمبيوتر. وكيف بنتقل لكمبيوتر تاني؟ من حكيناها زي ما حكيناها هون، من طرق الانتقال عن طريق ذاكرة الفلاش أو السي دي، حيث إنه ببلش ينتقل للحواسيب الأخرى عن طريق وسائط التخزين. إذن مبدأ عمل الحاسوب أول إشي بيرتبط بالبرنامج، بعدين بيعمل لما هذا البرنامج انشغله. 2 تغيير برنامج الحاسوب المصاب، حيث انه بيصير يعمل فيه خلل حتى يصبح غير قادر على اداء وظيفته. 3 الانتشار بشكل سريع، كيف بينتشر بشكل سريع؟ حيث انه بينسخ نفسه ذاتيا داخل وحدة التخزين وبينتقل من حاسوب الى اخر عن طريق وسائط التخزين. واحنا عرفنا في الدرس الاول وسائط التخزين من الامثلة عليها سي دي القرص المدمج او ذاكرة الفلاش. طرق الوقاية من الفيروسات، المثل العربي سابع بيحكي لنا درهم وقاية خير من قنطار علاج، يعني أنا أحمي جهازي من الفيروسات أحسن من إنه جهازي يصاب بالفيروس وأبلش أبحث عن طرق لعلاج جهازي من الفيروسات. اعتمادا على هذا المبدأ راح ناخذ بعض الإرشادات للوقاية من إصابة الحاسوب بالفيروسات. 1 استخدام برامج مضادة للفيروسات وتحديثها باستمرار، اللي هي الأنتي فيروس، برنامج الأنتي فيروس. من المفروض أول ما أنا أنزل نظام التشغيل على جهاز الكمبيوتر أرفق معه برنامج المضاد للفيروسات أنتي فيروس. من الأمثلة عليها مكافي فيروس سكان ونورتون أنتي فيروس، نورتون أنتي فيروس ومكافي فيروس سكان، هذول الاثنين بس المطلوبين منكم، نورتون ومكافي. 2 عدم فتح رسالة إلكترونية مجهولة المصدر، أنا لما يكون جهازي متصل على شبكة الإنترنت بتجنب أفتح أي رسالة ما بعرف مين المرسل، مجهول المصدر، لأنه ممكن هاي الرسالة تكون بتحتوي على فيروس.
ثلاث عدم استخدام أقراص مدمجة أو ذاكرة فلاش دون التأكد من خلوها من الفيروسات. ضروري جدا خصوصا الفلاش ميموري أتأكد أنه ما تم وضعها بجهاز مصاب بالفيروسات، لأنها هي أكبر أو أكثر طريقة ممكن تنشر الفيروسات بشكل سريع اللي هي ذاكرة الفلاش. 4- عدم الدخول إلى مواقع الإنترنت غير الموثوقة. إذا أنا ما أدخل إلى مواقع الإنترنت غير الموثوقة وأحمل منها أي ملفات سواء كانت ألعاب صور أو أفلام دون التأكد من مصدرها، لازم أتأكد من مصدر هاي الملفات قبل تحميلها على جهازي حتى أتجنب إصابة جهازي بالفيروسات. هيك بكون انتهى عنا الدرس. أخذنا بالدرس مراجعة سريعة نأخذ يا سابع. أول إشي مفهوم الفيروس، 2 أعراض الإصابة، كيف بعرف إنه جهازي مصاب بالفيروس، طرق الانتقال حتى أتجنبها، شو هي الطرق اللي ممكن فيها يوصل الفيروس لجهازي، مبدأ عمل الفيروس، كيف بعمل الفيروس على تخريب الجهاز، وطرق الوقاية، كيفية حماية جهازي من الفيروسات. بهيك بكون انتهى معنا الدرس، ويعطيكم ألف عافية.